نروح للموضوع وملف آخر من الملفات الهامة في الحقيقة، ويعني بتحظى باهتمام ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنتكلم هنا على الملف الخاص بالرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة. وزارة الصحة أعلنت عن فحص 171 ألف مولود ضمن مبادرة 100 مليون صحة، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة، وده طبعا بهدف الوصول لجيل صحي خالي من مسببات الإعاقة. خلونا نعرف يعني تفاصيل أكتر ونقرب من الصورة أكتر عشان نعرف يعني أهمية المبادرة وكيف يمكن الاستفادة منها على النحو الأمثل، يعني لوصول للهدف المنشود وهو جيل خالي من مسببات الإعاقة، من خلال الدكتورة إكرام فطين أستاذة الوراثة بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذ أحمد. يعني دكتور، احنا بنتكلم الكشف عن 19 مرض وراثي لدى الاطفال المبتسرين في مبادره الكشف على الامراض الوراثيه. ازاي شايفه اهميه المبادره، وايه كمان النتائج الايجابيه اللي قدرت تحققها هذه المبادره؟ شوف حضرتك، لسنين طويله ما كانش هناك اهتمام بالامراض الوراثيه. صحيح. والحمد لله احنا طبعا بنشكر المبادرة الوراثية جدا، خاصة الأطباء العاملين في مجال الوراثة، لأن الفترة دي بنلقى اهتمام كبير لتشخيص وعلاج الأمراض الوراثية، وده كلنا حاسينه من يعمل في مجال الوراثة. حضرتك، أهم مشكلة بتواجهنا العاملين في أمراض الوراثة هي زواج الأقارب في مصر. مشكلة زواج الأقارب في مصر هي اللي بتؤدي لعديد والعديد من الأمراض الوراثية. فيعني يا ريت من خلال برنامج، معلش دكتور أنا هسأل، دي برضو بتؤدي إلى أمراض وراثية رغم إن المقبلين من الزواج من الأقارب بيعملوا التحاليل أو الفحوصات اللازمة قبل الزواج، دي برضو ملهاش علاقة خالص وقد تؤدي إلى أمراض وراثية؟ ايوه حضرتك، للاسف، لان التحاليل اللي بتتعمل للمقبلين قبل الزواج لا تشمل كل الامراض الوراثيه، بتغطي فقط 20% من الامراض الوراثيه، وده برضو لا يقلل من شانها، هي مهمه. صحيح. على الاقل انا بغطي 20% من الامراض الوراثيه، انما بيبقى عندي 80% من الأطفال، وإن أنا أبتدي أكشف عن الأمراض الوراثية لدى المواليد ده مهم جدا. طيب. لأن بلحقهم قبل ما يكون يبتدي مضاعفات. هنتكلم عن الموضوع ده يا دكتورة إكرام، لكن حابة أعرف من حضرتك، بنتكلم عن 19 مرض وراثي، إيه هم وإيه أخطرهم؟ يعني لو هنتكلم عن أخطرهم إيه وأقلهم خطورة. والله يا حضرتك ما اقدرش اقول لك اقلهم خطوره، هم كلهم خطرين وبيؤدوا الى اعاقات مختلفه، وان انا اكتشفهم في الاول وادي العلاج من اول هيخليني اتفادى الكثير والكثير من الاعاقات، فدي حاجه مهمه جدا، واغلبيتها اعاقات ذهنيه حضرتك، واغلبيتها برضو بيحتاج اوقات طويله في المستشفى والرعايه المركزه، فطبعا دي تكلفه صحيه عاليه. الامراض دي بتشمل كثير من الاحماض العضويه، مشاكل في الاحماض العضويه الاورجانيك اسيدوريوس، وكثير من الاحماض الامينيه. طبعا اهمها اللي بنتكلم عليه وبقالنا عدد من السنين طويله والحمد لله وزاره الصحه انتبهت لهذه المشكله، اللي هو انا بسميه القاتل الصامت، اللي هو مرض الفينايل كيتونوريا. حضرتك ده كمان المشكله في ان الطفل بيتولد جميل وهادي وبيرضع طبيعي وكل حاجه فيه طبيعيه، إلا إن هناك تدمير مستمر لخلايا المخ. ده إيه يا دكتور المرض ده بالعربي؟ اسمه إيه؟ اسمه الفينال كيتونور يا حضرتك، ده حمض أميني. حمض أميني لما بيتراكم في الجسم حضرتك بيؤدي لتدمير خلايا المخ. والحمد لله ضمن المبادرة ومن قبلها
المسح الوراثي للمواليد بيكتشف هذا المرض. تخيلي بقى حضرتك لما بتكتشفي هذا المرض في اول 3 4 ايام وبتدي تديله الالبان المخصوصه بيبقى عند الطفل طبيعي. شوفي بقى الفرق بين طفل طبيعي وطفل عنده اعاقه ذهنيه، عنده فرط حركة، ممكن يدخل في تشنجات، ممكن. فطبعا فرق كبير جدا، والحمد لله وزارة الصحة بتعمل دلوقتي كشف لهذا المرض مع نقص هرمون الغدة الدرقية اللي هي الشكة من كعب الرجل. التسعتاشر مرض اللي زادوا دول بيشملوا الأحماض العضوية، أمراض عديدة بتؤدي زي ما قلنا الى اعاقات متعدده، واحماض امينيه اخرى بتؤدي لعديد من الاعاقات. وزي دول العالم، يعني حضرتك دلوقتي في مصاف دول العالم الاول اللي بتكشف بالمسح الوراثي للمواليد عن هذه الامراض في كل المواليد عندها. نعم. دكتور إكرام، حضرتك تحدثتي عن 19 مرض، ويمكن تحدثنا عن مسببات يعني أو العامل الرئيسي لهذه الأمراض الوراثية، قلتي هو زواج الأقارب، لكن عاوزين نتكلم على العلاج، لأن وزارة الصحة قالت إن في مراكز لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة. إيه اللي بيحصل في المراكز دي يا دكتور؟ وهل بيتم الشفاء الكامل من هذه الأمراض الوراثية تحديداً؟ في حاجة مهمة قوي أحب أذكر حضرتك بيها. اتفضلي. من سنوات عديدة لما إحنا في المركز القومي للبحوث كنا بنشتغل على هذه الأمراض ونكتشف هذه الأمراض، والطفل كان يروح ما بنلاقيش علاج. الأمراض دي لها، كل مرض له مجموعة من الألبان اللي هي العلاج لهذه الأمراض، لم تكن متوفرة في مصر للأسف. للأسف حاليا وزارة الصحة بتوفر هذه الأمراض، يعني كل مرض من ال 19 اللي بيتم الكشف عليه له نوع معين من الألبان بتوفره وزارة الصحة في هذه المراكز بمنتهى السهولة. بيروح الطفل بتشخيص المرض وبيصرف هذه الألبان بسلاسة ودون أي مشاكل. ده إنجاز كبير جدا يا فندم، انك صحيح. توفر العلاج، انت مش بس بتشخص، لا حضرتك بتوفر العلاج لهؤلاء المرضى. الكلام ده ما كانش موجود من 10 سنين فاتوا ولا من 20 ولا حتى من 5. توفير هذه الألبان المخصوصة لهؤلاء المرضى انجاز كبير جدا للدولة المصرية. أكيد. طيب دكتورة إكرام، حضرتك اتكلمتي قبل كده عن يعني أهمية يعني الخطوات الطبية عشان الزوج والزوجة قبل الجواز يعرفوا لو في أمراض يقدروا إن هم يجنبوا أولادهم مثل هذه الأمراض، واتكلمنا إنه كده كده زواج الأقارب ملوش علاقة، يعني كده كده في خطورة كبيرة جدا. لو نتكلم على 2 طبعين، إيه الخطوات الطبية اللي لازم الزوج والزوجة يمشوا عليها قبل اتخاذ قرار الإنجاب عشان يحدوا من احتمالات انجاب اطفال مصابين باي نوع من انواع الامراض الوراثيه؟ حضرتك دي بنسميها عندنا الاستشاره الوراثيه، يعني الاثنين المقبلين على الزواج يجوا في عيادات المركز القومي للبحوث للوراثه او المراكز الوراثيه المتوفره في الجامعات المصريه ويعملوا استشاره وراثيه. احنا بنقعد ناخد منهم تاريخ الاسره، وطبعا المختص في الامراض الوراثيه عارف هو بيسأل على ايه وعن ايه، ويوجههم لو في هناك اي تحليل مخصوص، لان كل مرض وراثي له تحليل. مفيش حاجة اسمها ان انا اخد من حضرتك نقطة دم واعمل تحليل واحد واقول لك انت مفيش فيك امراض وراثية، لا. كل مرض وراثي له حضرتك تحليل معين، فلازم نعمل له استشارة وراثية ونتكلم، ولازم الزوج او الاثنين المقبلين على الزواج يكونوا بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوعي بالتاريخ الطبي في الاسره. لان ولازم نعرف برضو ان مش ولاد خالي وولاد عمي، لا، ده الجيل اللي قبل كده والجيل اللي قبل كده. احنا بنعمل شجره للاسره للعائله لثلاث اجيال متتابعه عشان نقدر نوصل لو في اي مرض وراثي ونقدر نساعدهم إن شاء الله.
تمام. طيب عاوزين نعرف برضو يا دكتور إكرام، حضرتك تحدثتي عن خطورة زواج الأقارب وإن هي بتكون سبب أو متسبب رئيسي في الأمراض الوراثية، بنسبة يعني التحاليل اللي بتتعمل هي بتبين في خطورة ولا لا بنسبة 20%. إزاي نقدر نتعامل؟ لأن هو أمر واقع موجود للأسف، في تحديدا كمان في بعض العائلات ما بتتجوزش غير من بعضها، فازاي نقدر ان احنا نحد من هذه النسبه من خلال التحاليل؟ هل في تحاليل معينه بعينها لازم تتعمل؟ ما هو حضرتك لازم برضو نحاول ان احنا نوعي الناس بخطوره زواج الاقارب، يعني احنا كل الدراسات بتاعتنا الاطفال المرضى 88% منهم من زواج الاقارب. عادات زواج الأقارب بتؤدي للعديد من الأمراض الوراثية. حضرتك طبعا انك زي ما قلت لازم يجي نعمل له استشارة وراثية، ولازم حضرتك لو اضطرينا في الآخر ان احنا نعمل الجينات الوراثية كلها، التحاليل متوفرة في المركز القومي للبحوث وبيتم تغطيتها من التأمين الصحي لأنها مكلفة عادة، بس ده برضو بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي والمركز القومي للبحوث بيتم توفير هذه التحاليل للإطمئنان التام على الأقارب المقبلين للزواج. ومع ذلك أرجو حضرتك توعية يعني الجمهور بان عادل، ويمكن هو ده اللي احنا بنعمله من خلال وجود حضرتك معانا دلوقتي يا دكتور. يعني على اي حال احنا بنشكر حضرتك على هذه المعلومات القيمه، وطبعا بنتمنى لك يعني التوفيق وربنا يعينك على المسؤوليه طبعا، ومزيد بقى من الارقام في يعني تحقيق الهدف الاسمى لهذه المبادره هو اطفال يعني بلا اعاقه يعني خاصة بالأمراض الوراثية تحديدا. دكتورة إكرام فطين أستاذة الوراثة بالمركز القومي للبحوث، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.